مساء الخير والسعادة على حضراتكم. والحقيقة أن الجميع يتابع باهتمام شديد تطورات الأوضاع في السودان الشقيق، وبالتأكيد بنتمنى لهم السلام لهذا البلد الطيب، وبنتمنى لهم الأمن والأمان، وبندعي ربنا أنه يجنب أهل هذا البلد نار الفتنة. من بداية الأحداث في السودان والدولة المصرية تعمل بكامل مؤسساتها وعلى قلب رجل واحد زي ما بيقولوا كده لحماية وإجلاء المواطنين المصريين من السودان. والحقيقة ده اللي دايماً الدولة المصرية بتأكده من خلال جميع مؤسساتها في كل مكان. والبيانات اللي احنا كنا بنشوفها بتخرج من وزارة الخارجية لحد دلوقتي، طبقاً للبيان اللي صدر أمس، تم إجلاء 5327 مواطن مصري من السودان حتى أمس. وأعتقد كمان أنه من ساعات تم وصول طائرة جديدة في مطار شرق، فالعدد ده مرشح دائماً للزيادة وبيتضاعف يوم عن يوم. الإجلاء مستمر عبر كل الوسائل الحقيقة، بري ونهري وبالطيران زي ما حضراتكم بتتابعوا معانا. حانه الموضوع مش بيتوقف هنا بس، دايما مصر الكبيرة بتثبت بمواقفها الإنسانية في الأزمات دي إنها مش بس بتبص لمصلحة رعاياها وإن كانت الأولوية، لكن كمان بتلعب دور مهم جدا، وده نشوفه في شهادات العالم كله في مسألة الإجلاء واستقبال الجاليات المختلفة اللي كانت متواجدة في السودان وتم إجلائهم يعني من خلال المعابر المصرية. والحقيقة ده حصل، وشفنا دول كبيرة وإشادات دولية وإقليمية بدور المصري في مساعدتها في عملية إجلاء رعاياها. شفنا ده من ألمانيا اللي قدمت الشكر لجمهورية مصر العربية في مساعدتها في إجلاء الرعايا من السودان. والحقيقة أنه ده ما توقفش عند ألمانيا، شفنا ده بعد كده من تونس، شفنا ده كمان من فلسطين، شفنا ده كمان حصل من باكستان، شفنا وزير خارجية البريطاني وهو بيشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على يعني مساعدته في إجلاء رعايا من السودان. حانه الدور المصري مش بس بيتوقف هنا، ويمكن يعني واحنا نتفرج مع حضراتكم على لقطات كده لوصول الناس من السودان، الكلام اللي كان بيستوقفني والكلام اللي كان مشترك ما بين الناس كلهم كلمة الخوف والذعر في السودان، وكلمة حمد ربنا على الأمن والأمان بمجرد نزولهم من سلالم الطيارة، وهم يعني بياخدوا نفسهم كده وبيستشعروا الأمن والأمان في مصر. الحقيقة أنه الدور المصري كبير جدا جدا جدا، وإحنا هنا هنتكلم عن دور مهم جدا هو دور المؤسسات الصحية في وجود وضع صحي بالغ التعقيد وشديد التعقيد على الأراضي السودانية. نتكلم في البداية عن دور الهلال الأحمر المصري وتقديمه لكل وأي صورة من صور الدعم والعون للعائدين من جميع الجنسيات العائدين من السودان، أمر لم يتوقف بس عند المصريين. وإحنا هنا لما بنتكلم عن الجاليات اللي مصر بتساعد إنها ترجع مع المصريين من السودان، بنتكلم عن ضيوف مصر الكرام زي ما قال عنهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ودي كلمة الحقيقة مهمة جدا جدا جدا، لأنه لما بيجي لك ضيف بتقدم له أحسن ما عندك، وده الوصف اللي وصفه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أرجع مع حضراتكم لمسألة الدعم الصحي، وده شيء مهم جدا جدا جدا. فوزارة الصحة المصرية قدمت كافة أوجه الدعم الطبي للعائدين من دولة السودان والجميع الجنسيات زي ما كنت بقول لكم، وده تم في معبري أرقين وقسطل في يعني صورة يعني بلغت الأهمية الحقيقة، لأنه زي ما بقول لكم الوضع الصحي هناك معقد جدا، فمسألة إن احنا نكون جاهزين لاستقبال العائدين دي مسألة غاية في الأهمية. إزاي بيتم ده وإيه اللي بيقدم وإيه هي الحالة الصحية الموجودة في هذه المعابر؟ هيكون دلوقتي معنا على التليفون الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. وزي ما كنا بنقول هو وضع صحي شديد التعقيد في السودان، وعايز أعرف من حضرتك إزاي بتكون استعدادات الأطقم الطبية في مثل هكذا مواقف صعبة لاستقبال العائدين من دول زي ما احنا دلوقتي بنتكلم عن السودان.
مساء الخير استاذ ادير، تحياتي لحضرتك يا فندم والمشاهدي حضرتك الكرام. يعني زي ما حضرتك ذكرتي، الحقيقه انه منذ بدايه الازمه وكان هناك توجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان برفع درجه الاستعداد الصحي للتعامل مع الوضع الصحي الدقيق كما حضرتك ذكرتي، سواء للاشقاء في السودان او للنازحين عبر المنافذ المختلفة للدخول لجمهورية مصر العربية، سواء كانت منافذ برية أو بحرية أو جوية. وبناء على ذلك كان هناك رفع لدرجة الاستعداد في جميع المنافذ، في المطارات، في المنافذ البحرية، في المنافذ البرية، وخاصة في منفذي أرقين وقسطل اللي في محافظة أسوان، اللي هم من أكثر المنافذ استقبالا للسادة النازحين، سواء المصريين اللي جايين من السودان نتيجة للأحداث أو للأشقاء السودانيين أو للدول رعايا الدول الصديقة والشقيقة اللي بينتقلوا من خلال هذه المعابر إلى جمهورية مصر العربية. احنا بنتكلم النهاردة على زيادة عدد الطواقم الطبية العاملين في المنافذ، بنتكلم على زيادة الإمداد من الأدوية والمستلزمات، بنتكلم على الفحص الطبي الشامل لكل القادمين من خلال عيادات الحجر الصحي، بنتكلم على زيادة أعداد العيادات المتنقلة من 5 إلى 10 عيادات في المنفذية، بنتكلم على الحقيقة تطعيمات للأطفال، سواء كانت تطعيمات شلل الأطفال أو تطعيمات للحصبة والحصبة الألماني والنكاف، عشان يبقى في تأمين صحي للقادمين وفي نفس الوقت للوضع المحافظة على الوضع الصحي العام في جمهورية مصر العربية. ده مع رفع درجة الاستعداد في المستشفيات، سواء المستشفيات اللي في محافظة أسوان، احنا بنتكلم على مستشفيات أبو سمبل، مستشفى الصداقة التخصصي، وكذلك المستشفى الجامعي في أسوان. وتم نقل أكثر من 35 من المرضى بعد توقيع الكشف الطبي عليهم إلى المستشفيات، دخلوا في مستشفى أبو سمبل، مستشفى الصداقة، الحمد لله خرج منهم أعداد خروج تحسن 24 الحمد لله بعد تلقي العلاج، وباقي 11 بيتلقوا الخدمة الصحية في المستشفيات، منهم 2 في العناية المركزة. دكتور حسام، عايز أسألك عن الدعم النفسي، وهل هنا بيبقى في أطقم للدعم النفسي؟ لأنه بمتابعتنا للناس اللي جاية دي، هم عاشوا حالة من الذعر والفزع كبيرة جدا جدا جدا، هل ده بيكون متوفر ولا دي مرحلة بتكون بعد كده؟ يعني كويس ان حضرتك ذكرتي ده، لان انا يمكن ذكرتيني بان هناك توجيه من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بانشاء قاعدة بيانات، وهو ما تم فعليا، قاعدة بيانات مميكنة لجميع القادمين اللي بيتم فحصهم في منافذ الحجر الصحي، عشان يبقى في متابعة على الناحية الصحية البدنية والنفسية زي ما حضرتك ذكرتي، لانه طبعا مثل هذا الموقف هو موقف عصيب جدا ويحتاج الى دعم بدني من الناحيه الصحيه ودعم نفسي ايضا، وده بيتم من خلال قاعده البيانات الممكنه اللي فعلا هي شغاله دلوقتي وموجوده، وبيتم فيها حصر جميع القادمين ممن تم الكشف عليهم عشان يتم متابعتهم من الناحيه البدنيه ومن الناحيه النفسيه. صحيح، لانه هي كانت ايام عيد، فاللي عاشوه ما كانش أكيد سهل عليهم نفسيا، وده اللي يمكن كان واضح من خلال كلماتهم مع وصولهم لمصر. عايزة كمان أسأل حضرتك عن مسألة إنه المستشفيات هنا بتشهد حالة طوارئ، يعني اللي في أجازة بتستدعون الأجازة، ولا الوضع بيكون عامل إزاي؟ وهنا أنا بتكلم تحديدا عن مستشفيات أسوان. يعني زي ما ذكرت حضرتك، احنا عندنا حتى هذه اللحظة 3 مستشفيات للإحالة وقابلين للزيادة في حال الاحتياج، نتكلم على مستشفى أبو سمبل، مستشفى الصداقة التخصصي، ومستشفى جامعة أسوان. المستشفيات دي بتشهد زيادة في أعداد الطواقم الطبية العاملة، زيادة في إمدادهم بالأدوية والمستلزمات، بالإضافة إلى المتابعة الدورية من الطواقم المتنقلة والمسؤولين في المستشفيات. احنا بنعمل علاج، بنعمل دعم نفسي، وفي نفس الوقت هناك تدريب مستمر الحقيقه للطواقم على الاكتشاف المبكر للحالات، على التشخيص المبكر، على التشخيص الدقيق، على كيفيه
اكتشاف اي عوارض مرضيه من شانها ان تكون معديه. لكن الوضع الصحي العام لاهالينا اللي رجعوا من السودان مطمئن؟ لا، الحمد لله زي يعني الوضع الصحي بشكل كبير مطمئن. يعني احنا بنقول لما يعني في 35 واحد بس اللي احتاجوا يروحوا مستشفيات من جملة العائدين التي أعلنت عنهم وزارة الخارجية، ده دليل إن الحمد لله إنه الوضع عدينا ال 5000 والرقم قابل للزيادة. في 35 طبعا رقم صغير، 35 رقم قليل جدا، بالإضافة إنه في 24 منهم خرجوا فعليا. فإحنا بنتكلم على حالتين احتاجوا إلى عناية فائقة من ضمن ال 5000، فده رقم قليل. فالحمد لله يعني، ونأمل أن يستمر الوضع على هذا وأن يكون الاحتياج إلى دعم صحي أقل ما يمكن. احنا بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا على كل هذه الجهود. بشكر حضرتك الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه والسكان، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. مشاهدينا مستمرين مع حضراتكم في برنامج التاسعه، لكن هنروح فاصل ونرجع بعد كده نكمل حلقتنا. اهلا بحضراتكم من جديد، كل سنه وحضراتكم طيبين وبلدنا دايما طيبه وبخير. خلاص ابتدى موسم حصاد القمح الثاني، وهو الموسم الربيعي زي ما حضراتكم عارفين. عندنا موسمين لحصاد القمح، موسم شتوي وموسم ربيعي. وطبعا مع يعني التداعيات اللي بتحصل اقليميا ودوليا، مساله القمح وقد ايه دي مساله غايه في الاهميه وسلعه استراتيجيه هامه جدا بالنسبه لنا، وفي ظل الوضع السياسي والاقتصادي العالمي اللي بنعيشه، ومع كمان الأزمة الروسية الأوكرانية، اتضح للعالم كله مسألة أنه هناك تحدي جديد اسمه توفير القمح. ويمكن شفنا السنة اللي فاتت الحكومة المصرية قدمت خطة للوصول للاكتفاء الذاتي من القمح، وحصل توسع في الزراعة، ووصلنا تقريبا لزراعة 1.5 مليون فدان من القمح خلال 3 سنين، وده كان طبعا بتوجيهات من سيادة الرئيس لعمل حوافز كتير للمزارعين والفلاحين لتشجيعهم على زراعة القمح، وشفنا كل التسهيلات اللي تمت، وشفنا استماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه لطلبات المزارعين علشان نوصل بالرقعة الزراعية للمطلوب علشان نقدر بإذن الله نحقق الاكتفاء الذاتي. ايه اللي هيحصل في هذا الموسم، وايه الجديد اللي بتقدمه وزاره الزراعه للمزارعين لتحفيزهم لزراعه القمح؟ دلوقتي هيكون معانا على التليفون دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ويعني لو تحدثنا كده عن ملامح الموسم الجديد لحصاد القمح، وايه اللي بيتم جديد مع المزارعين، ايه الطلبات الجديده اللي عندهم فيما يخص موسم حصاد القمح الربيعي. مساء الخير يا استاذ هدير، واشكر حضرتك شكرا جزيلا. والحقيقه طبعا زي ما حضرتك قلتي، احنا بنتكلم على ملف مهم جدا، هو ملف القمح، ملف الامن الغذائي للمواطن المصري. والدوله كانت بادئه خطوات من 2014 في تحقيق الامن الغذائي للمواطن المصري، خطوات لزياده المساحه المزرعه وخطوات اخرى لتعظيم انتاجيه الارض. على مثلا احنا بنتكلم على القمح تحديدا، هنلاقي احنا حصل زياده في الانتاجيه الخاصه بالتقاوي بشكل كبير. احنا تضاعفت الانتاجية عندنا، ودي خلتنا نوصل لأكثر من 70% من الأقماح المنزرعة في مصر بتكون معتمدة على تقاوي جديدة، تقاوي بتدي إنتاج أعلى. والحقيقة الفلاحين لاحظنا اهتمام كبير منهم وحرص على أن هم يستخدموا التقاوي الجديدة، كانت أحد طلباتهم المستمرة يعني. طبعا، وده بيخليهم يقدروا يحققوا إنتاجية أعلى ويعظموا من إنتاجهم بشكل كبير وتزود لهم في حجم الإنتاج، وكمان تتحمل الظروف الجوية والمناخية المختلفة اللي بدأنا نشوفها في نتيجة التأثير أو الآثار وتداعيات التغيرات المناخية اللي بشهدها العالم. صحيح. ده كان محور من المحاور اللي احنا بنشتغل عليها، ومحور التقاوي. المحور الثاني كان توفير مستلزمات الإنتاج، واحنا كان عندنا حرص من الدولة على توفير تقاوي، اسف على توفير الاسمده المدعمه للمزارعين خصوصا صغار المزارعين. ووزاره الزراعه اطلقت تطبيق ليقدم للمزارعين الاسمده ويعمل حوكمه لتوفر الاسمده من اول ما بتخرج من المصنع لحد ما بتوصل للفلاح
والى جانب ان عندنا منظومه كارت الفلاح اللي هدفها برضو ان احنا نضمن وصول الدعم المستحقين، فده كله علشان ناكد ونضمن جوده توافر مستلزمات الانتاج والاسمده، اضافه الى عمليات الارشاد اللي بدانا نكثفها سواء بالارشاد التقليدي او بالارشاد الالكتروني او بالتطبيقات زي تطبيق مساعد ذكي الفلاح هدهد او باقي التطبيقات اللي تم تنفيذها علشان نوصل المعلومه السليمه للفلاح علشان نحقق افضل انتاجيه ممكنه، وده في النهايه بينعكس على حجم انتاجنا، بينعكس على زياده الانتاج. هي كانت من فتره يعني قريبه كنا بنتكلم في متوسط 10 ل 12 ارداف بالفدان، النهارده احنا بنتكلم في 18 ل 20 ارداف بالفدان، يعني تقريبا ضاعفنا انتاجنا. لو حافظنا على نفس المساحه احنا بنضاعف الانتاج بتاعنا، وده بالفعل بدانا نشوفه، الى جانب ان الدوله كمان بدات تنشئ صوامع جديده واماكن جديده لتشوين القمح عشان نقدر نخزن القمح اللي بنحصده، وبالفعل ده رفع الطاقه التخزينيه عندنا. يمكن السنه اللي فاتت مخزنين 4.2 مليون طن من القمح، وان شاء الله هذا الموسم يكون في عمليه التوريد يكون في زياده في عمليه التوريد. المستهدف قد ايه السنه دي يا دكتور؟ والله ان شاء الله هيبقى اعلى اكيد من السنه اللي فاتت، ولكن احنا كمان عملنا هذا العام تحفيز للفلاحين علشان نشجعهم على عمليه التوريد، الى جانب ان احنا كمان عاملين توريد يعني فيما يخص تحديد السعر مقدما، وده ولا حضرتك قصدك حوافز اخرى؟ احنا عندنا اول حاجه احنا كان سعر اللي كان تم تحديده كان قبل موسم الزراعه في نوفمبر الماضي، احنا حددنا السعر ب 1000 جنيه ثم رفعنا السعر عند موسم الحصاد بناء على توجيهات في خامة السيد الرئيس ل 1250 جنيه عند موسم الحصاد، ثم عند بدايه موسم التوريد بناء على توجيهات فخامة الرئيس برضو اعدنا دراسه السعر وتم رفع السعر الى 1500 جنيه، يعني سعر توريد القمح ال 23.5 نقاوه ب 1500 جنيه، يقدر الفلاح يورره وياخد الفلوس على طول. تم عمل اكثر من 450 نقطه تجميع علشان تستقبل من الفلاحين، الفلوس بتتصرف لهم خلال 48 ساعه، عشان كده احنا بناشر اخواتنا الفلاحين يروحوا يوردوا لوزاره التموين او للصوامع التابعه للدوله مباشره. ويمكن كان معالي وزير الزراعه عقد اجتماع مع وكلاء الوزاره للزراعه والطب البيطري للبحث الامور المتعلقه، وكان على راس هذه الامور هو ملف القمح ومتابعه عمليه التوريد. ان شاء الله احنا مستمرين في متابعه عمليه التوريد عشان نضمن افضل نسب توريد ممكنه، الى جانب ان مع يعني القرار كان بيقول ان هو اختياري طبعا مع بعض الضوابط اللي تكون موجوده، ولكن ده لان احنا حاطين سعر تحفيز للفلاح، ان شاء الله يكون سعر مجزي يشجع الفلاحين على زياده عمليه التوريد لصوامع التابعه للدوله المصريه. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. لسه مكملين مع حضراتكم كلام عن الفن المصري، وتحديدا هنتكلم مع حضراتكم عن الدراما المصرية. والحقيقة أنه إحنا خارجين من موسم رمضاني قوي جدا وناجح، يعني شفناه على كل قنوات الشركة المتحدة، والناس كانت في مصر وفي الوطن العربي مشدودة جدا جدا أنها تتابع المسلسلات، والحقيقة أنه دي صناعة مهمة وصناعة مش سهلة تماما، وكمان المشاهد عينه بقت فيها كتير من الوعي، يعرف يفرز إيه الحلو وإيه الوحش ويتفرج على إيه وما يتفرجش على إيه، يشيد بإيه ومشاعره تتحرك تجاه إيه، اللي بيعبر عني، إيه اللي بيناقش مشاكلي، إيه اللي بعيد عن الواقع اللي أنا عايشه. ويمكن من المسلسلات اللي يعني أنا بشوفها كانت بومبوناية رمضان كده زي ما بيقولوا، الكريمة بتاعت رمضان، أخدت إشادات واسعة من كل الفئات العمرية ومن الرجالة ومن الستات، لأنها الحقيقة كانت بتناقش قضية غاية في الأهمية، وهو مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي اللي قدمت دور أعتقد أنه هيعيش في تاريخها. الناس لما تتكلم عن منى زكي لازم هتتكلم عن تحت الوصاية، لأنه شفنا حالة تمثيلية واقعية كبيرة جدا جدا جدا. احنا في كتير من المشاهد، وهي مشاهد صعبة الحقيقة، زي مشاهد الصيد لما اصطادت احنا كنا حاسين بالفرحة، وصلت لنا المشاهد دي كأنها اصطادت بجد، وكنا بنشوف تعاملها مع المركب والتفاصيل اللي كانت جوه، وانه يحصل عطل فتصلحه. الحقيقة انه اكيد الكلام ده وكل طاقم الحقيقه اللي كان موجود مع منى زكي، ولو احنا هنا بنتكلم عن طاقم البحريه على وجه التحديد شنهابي الفنان احمد عبد الحميد وعم ربيع طبعا اللي خد قلوبنا كلنا، الفنان الكبير رشدي الشامي وعيد الفنان علي صبحي، كان طاقم يعني تحس ان هم صيادين بجد، عمرك ما هتشك ان دول ممثلين، انت مقتنع، وده يمكن كان تعليق الجميع
ان دول مراكبيه وصيادين وما عندكش اي شك. اكيد ده كان يعني وراه مجهود كبير جدا وتدريب كبير جدا علشان نشوف الصوره اللي ظهرت على الشاشه. دلوقتي معانا على التليفون صياد محمد الجندي، مدرب فريق عمل تحت الوصايه. مساء الخير عليك، ويعني شكرا ليك طبعا على المجهود الكبير اللي احنا شفناه ده، لانه زي ما كنت بقول لك الناس كلها مقتنعه انه دول مراكبيه بجد ودول صيادين بجد. عايز اعرف منك الكواليس كانت عامله ازاي، وازاي قدرت توصلهم للمستوى ده من الاحترافيه تخلينا نصدق انهم فعلا صيادين بجد. مساء النور. مساء النور على حضرتك. هم ما شاء الله عليهم، يعني هم يعني يعتبر هم ما تعبوناش في حاجه خالص، لان هم الحاجه بقينا نقولها لهم مره واحده بقى هم يعملوها على طول. طلعنا البحر واصطادنا وكل الشغل يعني واقعي، كل الشغل طبيعي. يعني 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 اتعلموا الصيد بسرعه؟ بسرعه من اول طلعه ما شاء الله، يعني عملنا الحاجه قدامهم مره حتى تفاصيل دخولهم المركب وهم بيشيلوا الادوات بتاعه الصيد، الكلام ده اكيد مش سهل. ما احنا كنا بنعمل الحاجه قدامهم اول مره، ثاني مره هم يعملوها على طول، يعني ما كانش في تكرار كتير ان احنا. مين اكتر حد غلبك في الطقم في التعليم؟ ما فيش حد بصراحه، هم ما شاء الله بقوا والحاجه مره واحده، يعني الحاجه تتقال لهم مره واحده يعملوها. انت شايف ازاي هم قدموا صوره الصيادين؟ هم قدموها بشكل طبيعي وبصوره جميله طبعا. شغل كله واقع، يعني ما يعتبر مش تمثيل، ده الواقع تماما. الادوار ما شاء الله نجحوا فيها جامد ما شاء الله. يعني انا اقصد كانوا مقدمين الصوره فيها شيء من الواقعيه ولا بعيده عنكم؟ انت كصياد وسط الصيادين كنت حاسس بايه؟ دي المشاكل اللي انتوا بتقابلوها على المركب؟ لا، قدموا الصورة طبيعية خالص، يعني حتى أنا لما اتفرجت على المسلسل بعد كده يعني تحس إن هم صيادين. كل المشاكل اللي بنواجهها، الأعطال، الصيادة لما مثلا نجر ونستنى رزق ربنا، المشاهد اللي بقت تيجي دي كلها طبيعية، يعني كنا بنخرج نجر نستنى نطلع الشبك نشوف في سمك مفيش سمك. طيب الفنانة منى زكي كانت عاملة دور حنان، وهي كانت بتحاول انها يعني تشتغل على مركب جوزها الله يرحمه. هل انت قابلت ده في الحقيقة؟ هل في ست تجرؤ انها تدخل المينا وتشتغل على مركب؟ لا، هو ده ما حصلش قبل كده في الحقيقة، بس هي دي كانت يعني علشان القضية اللي هم بيقدموها طبعا لازم كده، انما ده في الحقيقة ما حصلش طبعا. مهنة صعبة على السيدات، ويعني مهنة ما فيهاش سيدات من وجهة نظرك، انت ما قابلتش ده؟ لا، ما ينفعش سيدات لا في المهنة دي، لان مهنة صعبة طبعا. ما فيش سيدة هتفضل في البحر 10 ايام او 20 يوم او اللي يكون او اسبوع، مش هتقدر طبعا. وبعدين في خطورات كتير، في نوات، في بحر عالي، كل حاجة اساسا في ادوات الصيد حاجات تقيلة، يعني مش حاجات خفيفة. صحيح، ويمكن احنا شفنا المعاناة دي ويعني وصلتها لنا بشكل كبير الفنانة الجميلة منى زكي بعبقرية شديدة هي وطاقم العمل. انا بشكرك شكرا جزيلا صياد محمد الجندي، مدرب فريق عمل تحت الوصاية، شكرا جزيلا على وجودك معانا. مستمرين مع حضراتكم وبرنامج التاسعة، لكن خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا. احنا عايزين نروح الى الاولمبياد 2024 حتى لو في ظروف عالميه تانية اقتصاديه، لكن احنا عندنا مستهدفات ك يعني تخطيط للرياضه المصريه، وزاره الشباب والرياضه، الاتحادات الرياضيه، اللجنه الاولمبيه، ان احنا حاطين تارجت نعمل 10 ميداليات في اولمبياد 2024 مهما كانت الظروف. وبقول في ظروف اقتصاديه في العالم كله، لكن احنا عندنا تارجت نوصل. واحدة من الميدلز ان احنا بنحطها وبنأمل بيها هي كرة اليد، علشان كده بدأنا بالخطوة الثانية. حقيقة كان في سيرش من الاتحاد، كل التحية والتقدير، ان هو يصل الى مستر خوان كارلوس باستو. في عندنا تارجت كبير اليومين الجايين دول ان شاء الله في بطولة افريقيا اللي هي المؤهله للدوره الاولمبيه 2024 في باريس،
وبعد كده في بطولات، المفروض في بطولات حبيه عاملين اعداد في المانيا، رايحين المانيا يعمل. فاللي انا عايز اقوله ان طبعا دي خطوه كبيره جدا ان الاتحاد نجح في انه يجيب مدرب على هذا المستوى. اكيد اي قرار لازم ياخد وقت يفكر فيه، برضه لازم يرجع لعيلته ويتكلم معاها وكده. طبيعي لما جاله العرض من منتخب مصر كان يفكر فيه وخد وقته، بس يعني ما كانش عنده لخبطه كتير لان هو مقتنع جدا بالمشروع ده وعنده ايمان ان احنا ممكن نحقق حاجه. هو زي الاتحاد وزي ما معالي الوزير كان بيتكلم، هو كمان بيطمح في الميداليه في الاولمبياد وفي كاس العالم، فدي حاجه بالنسبه له برضه هدف كبير وحلم. بس زي ما قال هو بيبتدي بخطوات، اي مشروع كبير زي ده بياخد خطوه خطوه. اول خطوه نشتغل كفريق واحد، ثاني خطوه نعد الافريقيا كويس جدا، ثم ان نركز في الاولمبياد. هو ده التارجت يعني. كنا بنحاول ان احنا نرتبط بمدير فني يكون معانا. طبعا احنا كان قبليه البروندو اللي هو المدرب الاسباني في الفتره السابقه، وده قدم برضه حاجات كتير للمنتخب بتاعنا، وكان يعني فنيا ارتقى بمستوانا. واحنا كنا عايزين نكمل يعني بنفس المستوى ونجيب اضافه، والإضافة دي كانت في اثنين أساسيين برضو من المجال الأسباني من المدرسة الأسبانية، وكان أخوان كارلوس باستور ده ما يطلق عليه الأستاذ لأنه راجل خبير مستوى عالي جدا. احنا استعدتنا الفترة دي، كان عندنا فترة اختبارات للعيبة، جه مدير متفني جديد على مستوى عالي جدا مستر باستور. عندنا أول مرحلة إن شاء الله بطولة أفريقيا في شهر واحد، عملنا القياسات البدنية والفسيولوجية المطلوبة للعيبة في المعسكر اللي فات. هنحط الخطة بتاعتنا بتاعت الفترة اللي جاية هنشتغل عليها، يعني احنا بنشتغل كوارترز، كل ثلاث شهور بنعمل إعادة تقييم للعيبة ووصلوا ليه. اهلا بحضراتكم من جديد. الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف تلقى طلب من 6 دول في عمليه تقديم العطاءات لاختيار الدوله المستضيفه لكاس الامم الافريقيه 2027. ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي بيان وضح من خلاله انه الدول اللي تقدمت هي مصر والجزائر وبوتسوانا وكينيا واوغندا وتنزانيا، ملف مشترك، ودول الدول اللي تقدموا لاستضافه كاس العالم كاس الامم الافريقيه 2027. كمان عندنا غدا مباراة ما بين النادي الأهلي وفريق الرجاء المغربي على ملعب محمد الخامس ضمن منافسات الدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. يعني هيتأهل من المباراة دي لنصف النهائي، هيقابل الفائز ما بين فريق الترجي التونسي وشبيبية القبائل الجزائري. خلينا نروح مع حضراتكم لناقد الرياضي محمد جمال يضعنا في التفاصيل، ولو هنتكلم بداية عن تفاصيل تقدم مصر لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2027. أهلا بحضرتك، عامل ايه؟ أهلا بيك، مساء الخير. مساء النور. واحنا بنتكلم عن استضافة مصر واستعدادات استضافة مصر أو تقديم الملف للكاف لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2027، وزي ما كنا بنقول 6 دول تقدمت للاستضافة. بص، أكيد في البداية شيء جيد جدا إن مصر تتقدم طبعا بتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2027، بدون بقى طبعا النظر يعني إن احنا سواء بقى نظمنا البطولة أو ما نظمناهاش، ولكن مصر قادرة على تنظيم طبعا بطولة كأس أمم أفريقيا بشكل كويس جدا. صحيح. يمكن كانت من أفضل النسخ اللي موجودة الفترة اللي فاتت في تاريخ أمم أفريقيا، كانت نسخة 2019 من حيث كل شيء، من حيث التنظيم، من حيث الفنادق، من حيث المطارات، من حيث كل حاجة، الطرق، من حيث كل الحاجات اللي كانت محتاجاها المنتخبات. حتى على الرغم من خروج منتخبنا الوطني من دور ال 16 قدام جنوب أفريقيا وفوز الجزائر بالمباراة النهائية اللي كان فيه حضور جماهيري كبير جدا، كان فيه متابعة عالمية بشكل كويس جدا. صحيح. فدايما مصر قادره انها تنجح كل بطوله تقام على ارضها. في نفس السنه برضو 2019 لو حضرتك تتذكري كنا نظمنا بطوله ايضا امم افريقيا تحت 23 سنه وفاز بها منتخبنا الوطني، فعندنا خبرات كبيره جدا في التنظيم طبعا، وقبلها 86 وقبلها 8 وقبلها 2006، فعندنا خبرات كبيره جدا. ولكن طبعا انت عارفه ان الكاف
دايما بيطرح بطولاته للاتحادات اللي هي بتاعته، اتحادات الاتحاد طبعا الافريقي، ان انت تقدمي لو انت عاوزه تتقدمي بطلب للترشح او لتنظيم بطوله امم افريقيا. طبعا مصر طبعا الطلب ده بيجي اتحاد الكره المصري، طبيعي جدا ان مصر تقدم. هل تم خطوه ايجابيه في الملف ده؟ لا لسه طبعا، انت لسه بتتكلمي على 2027، يمكن هم لسه الكاف اصلا ما حسمش 25، يمكن الاقرب ليها المغرب، ويمكن كانت الفتره اللي فاتت التقارير كلها بتطلع وبتقول ان ممكن الجزائر هي الاقرب ل 2027. ولكن اتمنى ان بعد ظهور مصر في الملف، اتمنى ان احنا كاتحاد كره مصري يشتغلوا ان هو ان شاء الله البطوله تكون موجوده في ارضنا. كان الملك بتدي دوافع كبيره جدا، انا بقى هتكلم ككره قدم، تديك دافع انك منتخبك يكون مرشح بشكل قوي جدا للفوز بالبطوله على ارضك وجماهيرك. مصر السنه اللي فاتت كانت هي واصله المباراه النهائيه في امم افريقيا قدام السنغال، كنا كمان كنا خلاص على مشارف الصعود لكاس العالم. السنه الجديده ان شاء الله اللي هتبدا هتتلعب في كوت ديفوار امم افريقيا، ان شاء الله منتخبنا قادر مع روي فيتوريا ان هو يقدم بطوله كبيره. عايزين ان شاء الله كمان برضو 25 و27 بينها 27 تكون على ارضنا، اتمنى ان يحصل فيها خطوات باذن الله الفتره الجايه. وانا واثق ان مصر لو ان شاء الله البطوله دي جت في القاهره اعتقد هتكون بطوله عظيمه جدا، لان احنا عندنا ملاعب وعندنا البنيه التحتيه، عندنا كل حاجه تقدر تخلي البطوله تمر بشكل كويس جدا زي ما حصلت قبل كده، ونجحنا نجاح باهر. صحيح. طيب اروح مع حضرتك لمباراه غدا ما بين النادي الاهلي والرجاء المغربي واستعدادات كلا الفريقين، ويمكن كنا شفنا تصريحات عن استقبال النادي الاهلي في المغرب، استقبال مشرف يليق ب تاريخ هذا النادي، ويمكن ده المهم، الشكل الحضاري والروح اللي احنا دايما بنحاول نحافظ عليها في ماتشات كبيره زي دي، ده مهم جدا جدا ان احنا نشوفه ما بين فرقتين كبار زي الاهلي ورجاء المغربي، واستعدادات كلا الفريقين لمباراه غدا اللي يمكن يعني تحسم كده نصف النهائي مين هيصعد. والنادي الاهلي هنا 2-0، وده يعني اعتقد انه ضمن ليه بشكل كبير يعني الصعود، لانه احنا هنا بنتكلم عن انه محتاجين على الاقل نتعادل. بصي اكيد النادي الاهلي قطع شوط كبير جدا للتاهل لنصف النهائي للمره الرابعه على التوالي، بتتكلم على الاهلي وصل الفاينل الثلاث سنين اللي فاتوا، الثلاث النسخ اللي فاتت منها مرتين كان النادي الاهلي بطل، المره الثالثه كان خسر قدام الوداد المغربي في المباراه النهائيه. لعيبه الاهلي لعيبه تقدر دايما بتلعب في الظروف دي. بالنسبه للعلاقات بتاعه الناديين، علاقه ممتازه، وكان اخرهم النهارده كان في بيان رسمي طلع طبعا من النادي الاهلي ونادي الرجاء، ان كان في تليفون طبعا ما بين عزيز بدراوي رئيس نادي الرجاء والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وان هم بيثمنوا العلاقه وان هم بيطمنوا على الاستقبال، والاستقبال هناك شيء محترم جدا جدا لبعثه النادي الاهلي، وده دايما اللي موجود. حتى كان بعثه الرجاء في مصر اشادت باستقبال طبعا النادي الاهلي. يمكن بقى المباراه طبعا اكيد المباراه تبقى حماسيه في ارض الملعب. يمكن الفتره اللي فاتت الرجاء كان في دوري ابطال افريقيا متصدر مجموعته برصيد 16 نقطه، ولكن الاهلي دايما بيعرف يلعب المباريات الاقصائيه او المباريات الحاسمه في دوري الابطال. هو فريق متمرس، فريق خبراته كبيره جدا في افريقيا، لعيبته عندها خبرات بشكل كبير جدا اكتر كمان من لعيبه نادي الرجاء المغربي. يمكن الرجاء بيمر الايام اللي فاتت او الايام كمان الحاليه احنا بنتكلم فيها بظروف كبيره جدا مع منذر الكبير المدير الفني التونسي لفريق الرجاء. يمكن كان اخرها طبعا التقارير اللي طلعت التقارير الصحفيه المغربيه عن ازمه ليه مع محمد النهيري لاعب فريق الرجاء، صحيح، وان النهيري وتم استبعاده استبعد من المباراه على اثر تطول اللاعب عليه. بالظبط، كان هو ليه مستحقات وهو اللعيب وبيتكلم وهو ليه، ففي مشاكل كتير جدا. كمان النهارده طلع تصريح غريب جدا 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 من منذر الكبير، ان هو يقول لك انه مش متابع النادي الاهلي، يعني هو مش ما اتفرجش على النادي الاهلي، لانه بيتكلم على نتائج النادي الاهلي ان هو قادر يفوز اكتر من 2-0 عشان يتأهل، فبيقول النادي الاهلي خسر من المصري بثلاثيه. هو اصلا النادي الاهلي لم يلعب امام المصري عشان يخسر بثلاثيه، هو دي بتبقى نتيجه اعتباريه عشان النادي الاهلي ما خدش بطوله كاس الرابطه، فبتبقى موجوده كده لما تبحثي كده على جوجل او على المواقع بتاعه النتائج الرياضيه، فبيبان لك خلاص النتيجه هي 2-0 او 3-0 حسب، لان النادي الاهلي عد طبعا خلاص منسحب من المباراه وما جاش المباراه. فهو ده يقول لك ان هو ما تابعش اللقاء، لانه بيقول لك ان انا الاهلي بيدخل فيه جوال كتير، يعني دخل فيه 5 صن داونز ودخل فيه 3 من المصري فانا قادر اسجل. لا، هو النادي الاهلي ما بيتقاس كده، فالنادي الاهلي بيحتاج تركيز اكيد اكبر من كده. النادي الاهلي محتاج انك تراجعه وانك تتفرج عليه اكتر من مره، مش بس انك تتفرج على مباراه الذهاب او تعتمد انك عارف ان في قفشه او عارف ان في شريف او عارف ان في كهرباء. النادي الاهلي بيلعب فنيا بشكل كويس اول فتره اللي فاتت مع مارسيل كولر، متفايد كل شيء، بطوله الدوري يمكن حاسمها من بدري، وانا بتكلم لسه فاضل الماتشات في الدوري، بس انا بقول لك هو الاهلي حسم الدوري من
بدري، فريق يصل لاكثر من 20 نقطه لو فاز بمؤجلاته على نادي الزمالك. نادي الزمالك متراجع بشكل كبير في يوتشر وبيراميدز، فريقين محترمين ولكن مش هيقدروا ان هم يكملوا مع النادي الاهلي لاخر جوله في الدوري. الاهلي بطل كاس مصر في الموسم الماضي، بيجهز للسوبر، متصدر كمان البطولات الباقيه. فبشوف النادي الاهلي ماشي بشكل كويس جدا، فاعتقد بكره النادي الاهلي محتاج بس ان هو يمتص الحضور الجماهيري اللي هيكون كبير جدا من جانب جماهير الرجاء. جماهيرهم محترمه جدا وقويه جدا. اسماعيل مقدم ومحمد المعكازي هيشاركوا ولا لا؟ بص، هو في كلام ان هو هيغير في التشكيل بكره وعايز يبدا بيه اسماعيل المقدم بكره في الفريق الرجاء. بس انا بقول لك ان دايما الرجاء يمكن عنده مشكله كبيره جدا في خط الهجوم. الرجاء عنده مشكله كبيره جدا في الفعاليه الهجوميه. يمكن كانت مجموعته في دوري الابطال في المجموعات كانت المجموعه لحد ما سهله، عكس النادي الاهلي. النادي الاهلي كان فيه في مجموعته صن داونز، وما بالك ما صن داونز الفتره الحاليه. صن داونز يمكن في الطريق الثاني المقابل للنادي الاهلي. انا برشح النادي الاهلي وصن داونز في الفاينل السنه دي. فتتكلمي على انه كان معاه صن داونز، كان معاه الهلال السوداني، كان بيمر بفتره رائعه في مسيرته الموسم ده، ويمكن الاهلي تعال بصعوبه جدا في دور المجموعات. ولكن دايما يتقال ان الاهلي ما تقيسهوش بدور المجموعات، الاهلي قيسه بالمباريات الحاسمه الذهاب والاياب. بشوف الاهلي خلص المباراه تشكيل غدا. توقعاتك لتشغيل التشكيل النادي الاهلي غدا في المباراه؟ انا اقول لك التشكيل بتاع بكره وده هتلاقيه رسمي: محمد الشناوي، ظهير ايمن محمد هاني، ظهير ايسر علي معلول، اثنين في قلب الدفاع محمود متولي ومحمد عبد المنعم. وسط الملعب هيكون فيه الثلاثي مروان عطيه واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السوليه، طبعا غايب للاصابه. هيكون الثلاثه اللي قدامهم حسين الشحات وكهربا وبيرسيتاو. ده تشكيله النادي الاهلي بكره، مفيش اي تغيير على تشكيله النادي الاهلي غير عمرو السوليه بس، وهيلعب مكانه طبعا حمدي فتحي من البدايه. انا بشكرك شكرا جزيلا. طبعا نتمنى للنادي الاهلي المصري غدا التوفيق امام الرجاء المغربي والصعود لنصف النهائي. شكرا جزيلا الناقد الرياضي محمد جمال. نروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع نكمل برنامج التسعة. خليكم دايما مستنيين. اهلا بحضراتكم من جديد. الحوار الوطني ويعني ما يحدث داخل الحوار الوطني، واحنا بنتكلم عن 23 جلسه لهذا الحوار الوطني، وانه يعقد في هذه الظروف الصعبه، فده دليل على جديه هذا الحوار الوطني. الى اي مدى هذا الحوار بيعبر عن القضايا اللي بتهم الناس؟ الى اي مدى بيطرح الحلول اللي تناسب الناس، مش ترضي فئه معينه؟ ده مهم جدا انه يحصل، لانه يعني الدعوه للحوار الوطني بين جميع القوى السياسيه كانت يعني بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في توقيت غايه في الاهميه، ان احنا يكون عندنا رؤى محدده والجميع يكون موجود على طاوله الحوار، يطرح الحلول قبل ما يكون حديثنا الدائم عن المشاكل ولا نقدم الحلول. ومن هنا جت اهميه الحوار الوطني بانه يعبر عن كل اللي بيهم الناس. ويمكن ناس كتيرة جدا جدا عندها أمال كبيرة في هذا الحوار الوطني إنه يحدث تغيير كبير في كل الأزمات الموجودة على كل الأصعدة، ويكون لي شأن كبير في كل القضايا وكمان يعني الحلول السياسية لقضايا عدة. نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل محددا عن الجلسة 23 للحوار الوطني اللي كانت يوم الأربع، ومخرجاتها وما يعني تم تناوله خلال هذه الجلسة، واللي كان يعني منبثق عنها بيان هام جدا للحوار الوطني. نتكلم مع حضراتكم مع الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نورنا النهارده في استوديو التاسعة. أهلا بحضرتكم، مساء الخير. أهلا وسهلا بحضرتكم السادة المشاهدين. زي ما كنت بقول، يعني مسألة استمرار انعقاد الجلسات في ظل هذه الظروف، بالتأكيد ظروف صعبة ومعقدة في الداخل وفي الخارج، يؤكد على أهمية وجدية استمرار هذا الحوار للوصول لحلول مرضية لجميع الأطراف وفي مقدمتهم المواطن المصري. يعني خلينا نقول أنه يعني المبادرة كانت يوم 26 إبريل العام الماضي، النهاردة 28 إبريل، يعني مرور سنة ويومين. في الحقيقة عندما أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة الحوار الوطني، كانت مبادرة مهمة جدا، لها أهدافها ولها رسائلها ولها دلالتها. كانت مصر يعني قطعت شوط كبير جدا في الانتصار وفي الحرب ضد الإرهاب، أيضا تواصل إعادة بناء البنية التحتية لدولة كانت وظلت لفترات طويلة هشة،
وبالتالي يعني كان هناك يد تبني ويد تحارب الإرهاب زي ما تابعنا في سيناء وإلى آخره. ده كان شيء أمر كبير جدا ويحتاج إلى مجهود. وبعد لما الدولة المصرية قطعت شوط في 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 هذين المسارين جاء وصلت إلى نقطة الحوار الوطني والمبادرة وإطلاق المبادرة. وده كانت لافتة مهمة تهدف للآتي، تهدف لأنه الجميع مدعو للمشاركة في صناعة قرار جديد يتعلق بالجمهورية الجديدة. رأس الدولة المصرية يدعو المصريين، يدعو الشارع السياسي، يدعو القوى السياسية، الأحزاب، النخب. ولو تفتكر حضرتك في هذا الإفطار كان حاضر ناس من المعارضة، الأستاذ حمدين صباحي وغيره من رموز المعارضة في مصر، والسيد الرئيس يعني نزل وسلم عليهم وصفحهم. ودي كانت الرسالة المهمة القوية، إشارة واضحة من سيادته أنه الجميع على طاولة الحوار، الجميع على طاولة. وتم تشكيل مجلس أمناء الحوار وانطلقت الجلسات. وكان مجلس أمناء الحوار بيعكس فكرة التوافق حتى في الأسماء والاختيارات. وهنا يعني حالة رضا عام لدى الأوساط السياسية وغيرها والأحزاب من خلال مجلس الأمناء، وانطلق مجلس الأمناء. اللافت هنا بقى إيه؟ اللافت هنا إنه مجلس الأمناء كان إشارة واضحة وكبيرة جدا ومهمة جدا على إنه كل الأطياف على طاولة النقاش داخل مجلس أمناء الحوار، وهي متفرقة من المعارضة ومن المؤيدين ومن أقصى اليمين ومن أقصى اليسار، وبتجلس على ترابيزة واحدة وبتناقش وبتتبادل وجهات النظر. طب ده مكسب؟ ده هو ده المكسب. صحيح. إنه بناء أرضية صلبة قوية، أرضية صلبة قوية وطنية سياسية لكل لأطياف المجتمع، ده في حد ذاته مكسب كبير. لأنه ليه مكسب كبير؟ لأنه ما كانش موجود. يعني كانت المطبات تقطع المسافات والجسور المتواصلة ما بين المؤيد والمعارض، ما بين الموالاة زي ما بيقولوا أو المعارضة وهكذا. ولكن أو يمكن كنا بنشوف هذه الجلسات لكن بتكون القرارات اللي هتخرج من هذه الجلسات معدة مسبقة، ما كانش في حوار أصلا، ما هوش حوار حقيقي يتسع للجميع زي ما بيحصل في الحوار، ما كانش في حوار أصلا. يعني فين؟ قوليلي. ما فيش يعني هنا أصل الحوار مش واحد، يعني الفكرة هنا الحوار مش واحد يقابل واحد في مناسبة فيسلم عليه أو يتكلم معاه أو يتبادل الأخبار. أنا بتكلم في الحوار الذي يهم الدولة، حوار الشراكة في بناء الدولة، في بناء الجمهورية الجديدة، في مناقشة ملفات جوهرية وحيوية تتعلق ببناء الدولة في مرحلة جديدة. يعني هذه السياسة بمثابة ودائع في بنوك المستقبل للشارع السياسي. صحيح. واخد بال حضرتك؟ تبني للمستقبل، لأنه المبادرة وهذا الحوار للمستقبل مش للماضي وليس فقط للحاضر، هو إشارة قوية جدا لبناء المستقبل يعني رصف الطرق السياسية أمام الأجيال الجديدة والشباب في القادم إلى عالم جديد ومستقبل جديد وحياة جديدة. وبالتالي هنا حتى لا يعاد تكرار مساحة التعقيدات والتشابكات السياسية التي عشناها لسنوات طويلة ونصل إلى محطة ربما يعني تكون معقدة. الحقيقة هذه المبادرة عملت تفكيك لهذه التعقيدات السياسية وتوسعت النقاشات وحدث التوافق، وبدأت النقاشات حول قضايا كثيرة جدا مهمة تهم المواطن. ويعني لما أقول لحضرتك أنه نتحدث عن 113 قضية داخل اجتماعات مجلس الأمناء الذي وصلت وبلغت نحو 23 وربما يزيد قبل الجلسة الافتتاحية، تكون هناك جلسة أو جلستين على الأقل. صحيح. ماشي. ونتكلم عن 19 لجنة، نتكلم عن 3 محاور، محور سياسي ومحور اقتصادي ومحور مجتمعي. وكل هذه القضايا أخذت، كل جلسة كانت بتاخد من 8 ل 10 ساعات نقاش ونقاشات واختلافات وتوافق، إلى وصولا في النهاية إلى إيه؟ إلى التوافق الذي ينطلق من أرضية وطنية. صحيح. وهنا تأكيد المكسب الحقيقي المستهدف من الحوار
في تأكيد مساحة الوطنية لدى كل الأطراف. صحيح. أستاذ جمال، يمكن هاخد من كلام حضرتك ونروح لسيادة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ومسألة يعني صورة الشارع المصري المكتملة داخل جلسات الحوار الوطني، تعدد الآراء واختلافها اللي بيدي لصانع القرار الحقيقة الطريق للقرار صحيح، ده بيتم داخل جلسات الحوار الوطني. برحب بحضرتك، مساء الخير على حضرتك يا فندم. اهلا اهلا بحضرتك يا استاذة هدير والسادة الضيوف، اهلا وسهلا. يمكن مسألة يعني انه الحوار الوطني بيجمع كل القوى السياسية ومشاركة جميع القوى السياسية، والاختلاف موجود، و حتى انه الموضوع تعدى المشاكل المحليه. احنا شفنا النهارده في البيان الصادر عن جلسه الرقم 23 اللي تمت يوم الاربعاء الحديث لشعب السودان الشقيق بتجنب الفتن والاهتمام بالبعد الدولي والاقليمي واعلاء الامن القومي. فاحنا بنتكلم في انه الحوار ممتد لقضايا حتى ما هياش قضايا يعني تمس المواطن المصري من الدرجه الاولى او الشارع المصري. الحوار الوطني هو حوار يمس المواطن المصري، سواء هذا المساس كان بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. تعليقا على مسألة السودان، السودان جار وجار عزيز وبلد شقيق، ويمثل يعني أهمية كبيرة جدا للدولة المصرية، وكل ما يحدث في السودان يعني نحن في مصر متأثرين به ومتعاطفين معه، ونقف مع الشعب السوداني الشقيق. وبالتالي الحوار الوطني المصري بيمس جميع القضايا التي تعني المواطن المصري. زي ما تفضل الأستاذ جمال، أنا طبعا مش شايف التلفزيون بس أنا عرفته من صوته. الحقيقة احنا أمام مساء الفل يا سيادة المستشار. مساء النور، أهلا بحضرتك يا جمال بيه. ثلاث محاور، 19 لجنة، 113 قضية، قد تفرض بعض القضايا المستجدة نفسها، وده برضو سوف يتبناها الحوار الوطني ويناقشها من خلال آليات مرنة جدا. ده معناه أن الحوار الوطني كان متبصرا بأن هو لا يسير في خط مستقيم، إنما في خط صاعد وهابط، بحيث أن احنا نصل لترتيب أولويات المرحلة، الأولويات الوطنية للمرحلة المقبلة. صحيح. أتصور أن معظم القضايا التي تمس المجتمع المصري موجودة. المجتمع المصري بجميع مكوناته الجهوية والجغرافية والسياسية موجودين في الحوار الوطني، وهذا هو جمال الحوار الوطني، أن احنا بنضم الجميع، لأننا متأكدون أن الجميع على أرضية واحدة، وهي الأرضية الوطنية المصرية. صحيح. وعايز أروح مع حضرتك للجلسة الافتتاحية اللي بتحضروا لها يوم 3 مايو، وملامح هذه الجلسة بعد الجلسة اللي حصلت يوم الأربعاء. هل هناك ملامح واضحة ليها دلوقتي؟ الجهات المشاركة، هل في تمثيل حكومي هيكون موجود؟ طبعا يعني دعيني لا أستبق الأحداث. جمال بي عارف أنه تم التوافق على أن الذي سيعلن تفاصيل الجلسة الافتتاحية هو السيد المنسق العام، ولكن دعني أؤكد لحضرتك على بعض النقاط. رقم واحد، أن الحضور هيبقى كبير. رقم اثنين، هيعكس تنوع المجتمع المصري، يعني هنلاقي رموز سياسية مصرية، رموز اجتماعية، ورموز اقتصادية. هنلاقي فيه بعض الجهات ممثلة، هنلاقي فيه بعض المنظمات المهمة مثلا في المجتمع المدني أيضا حاضرة، قادة الفكر والرأي والاقتصاد موجودين. سوف يتم إعلان خطة الجلسات بشكل مفصل، سوف تكون هناك بعض الكلمات لبعض الحاضرين. طبعا هنصارح ونكاشف الشعب المصري بالإجراءات التي تمت في المرحلة السابقة. إن شاء الله يعني هذه هي بداية الانطلاق العلني، ولن أقول الفعلي لأن الحوار منطلق وتم التجهيز له بشكل مؤسسي وبشكل كبير، ولكن هيبقى ده الانطلاق العلني للجلسات إن شاء الله. لكن كل اللي أؤكده لحضرتك أن الجلسة إن شاء الله سوف تعكس تمثيل جميع مكونات المجتمع المصري،
برموزها وشخصها ان شاء الله. صحيح سيادة المستشار، ويمكن من النقاط الهامة في البيان كانت كمان مسألة الإشراف القضائي على الانتخابات والاستجابة الكريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمسألة اقتراح المجلس لاستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات. الإشراف القضائي ضمانة أكيدة من ضمانات سلامة إجراءات الانتخابات بجميع أنواعها. الشعب المصري أصبح يألف الإشراف القضائي ويأمن ويطمئن إليه. الحقيقة أن كانت يعني لفتة طيبة من مجلس أمناء الحوار الوطني أن هو يثير هذه المسألة، وبالمناسبة هذه المسألة مدرجة على جدول القضايا بتاعة المحور السياسي منذ اليوم الأول. إحنا طرحنا فكرة، سيد الرئيس باستجابة كريمة وسريعة وجه بدراستها من الجهات المعنية. هيبقى ده إن شاء الله هو توجه مجلس الأمناء وجلسات الحوار الوطني، كلما رأى قضية نافعة من القضايا سيحاول أن يبلورها في شكل مقترح، إما يأخذ شكل تشريع أو يأخذ شكل سياسة حكومية أو قرار تنفيذي، بحيث إن إحنا يعني الحوار صاعد وهابط وهو حوار تفاعلي، بمعنى إن إحنا يعني هنطرح الفكرة وتتنفذ ازاي، ده هيبقى يعني اختصاص الجهات المسؤولة. برضو خليني اؤكد برضو بوضوح لحضرتك ان الحوار الوطني هو يعني بيت وطني ومخزن للافكار والرؤى، ولن يحل نفسه محل اي جهة وليس له اي علاقة باي قرارات. الحوار الوطني يصدر توصيات، انما الذي يصدر القرارات هي الجهات والأجهزة والمؤسسات المعنية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني على وجودك معنا النهاردة في التاسعة. أعود لضيفي الكاتب الصحفي جمال الكشكي ونستكمل حديثنا عن القضايا المطروحة داخل جلسات الحوار الوطني ومسألة الأولوية، لأنه القضايا عدة الحقيقة، والقضايا كل مدى، ويمكن كنا بنتكلم أنا وحضرتك في الفاصل عن المزيد من يعني التشابكات والوضع السياسي والاقتصادي الدولي والإقليمي اللي بيزيد تعقيد. مسألة الأولويات وترتيب الأولويات في الجلسات لاختيار القضايا الأهم فالأهم. يعني ده طبعا موضوع في الاعتبار، فيعني أولويات العمل الوطني والقضايا ذات الأولوية تتمثل مثلا على سبيل المثال، احنا خدنا رتبنا المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي، وعايز اقول لحضرتك انه هيتم مناقشه الجلسات خلال 3 ايام، الحد والثلاث والخميس، ويوم الحد المحور السياسي، يوم الثلاث الاقتصادي، يوم الخميس المحور المجتمعي، ده من كل اسبوع، وداخل كل يوم هيبقى فيه 4 جلسات، يعني 12 جلسه ومتنوعة القضايا حسب أولويتها وحسب كلها مهمة بالمناسبة، لأنه احنا بقالنا سنة بنناقش، يعني احنا متكلمين في 200 ل 250 ساعة مناقشات، فبالتالي كل قضية أخذت حقها في النقاش، لأنه عشان نناقش قضايا مهمة المسألة ليست من باب الرفاهية. إن تتم مناقشة القضايا وفي نفس الوقت وفي نفس على الترابيزه بتطرح الاسئله، هل هذه القضيه قابله للتحقيق؟ ظروف الدوله تسمح بيها؟ الوضع الدستوري والقانوني بالنسبه لها ايه؟ وبالتالي هنا انت بتناقش القضيه وتبحث كمان سبل تنفيذها على ارض الواقع وفقا للمتاح وفقا للواقع، لان احنا عشان يكون الحوار مثمر، والا هيكون مجرد حوار. ما هو انا مش هقعد اقترح افكار غير واقعيه، لابد ان تكون قابله للتنفيذ، لانه مجلس الامناء بيرسل حسب ما اكد السيد الرئيس هذه المخرجات والنتائج الى السيد الرئيس عقب كل جلسه او كل فتره من الفترات، يعني والوصول لنتائج نهائيه يتم رفعها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اطلق المبادره، ويتم احالتها اذا كانت قضايا تحتاج أو موضوعات تحتاج إلى تشريع أو قانون يتم إحالتها لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ، إذا كانت تحتاج إلى قرارات يتم إحالتها للمسؤولين في الحكومة. وبالتالي هنا لا يجب أن يتم رفع شيء غير مدروس.
فكمان من ضمن الـ 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 الاعتبارات المهمة لمجلس الأمناء طالب أنه يبحث عن القضايا التي تصب في مصلحة المواطن بشكل مباشر، لأن المواطن هنا هي فلسفة واستراتيجية الدولة المصرية. يعني من منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الدولة ويضع المواطن أولوية أولى. أيضا هذا السياق الحاكم يحكم الجالسين على طاولة النقاش داخل مجلس الأمناء، وهو المواطن والبحث عن تحقيق أكبر خدمة ممكنة للمواطن في مختلف القضايا. لأنه لما نتكلم مثلا على سبيل المثال إن احنا هنناقش في المحور السياسي ملف حقوق الإنسان وحرية العامة أو الحبس الاحتياطي أو النظام الانتخابي، كل هذا يصب في مصلحة المواطن. لو هنناقش في الملف الاقتصادي الأجور أو التضخم أو المعاشات، كل ده من الملفات والموضوعات المهمة بالنسبة للمواطن. أيضا لو على سبيل المثال لو هننتقل للمحور المجتمعي ونتكلم عن الصحة والمستشفيات والعلاج والتأمين الصحي الشامل والتعليم الخاص والتعليم العام والحكومي وما قبل الجامعي والتعليم الأساسي وكل هذه المساحة والصحة والمبادرات والثقافة والهوية الثقافية والوعي وصناعة الثقافة بفروعها المتعددة، دي قضايا يعني مهمة جدا وبتمس الناس هتحس بيها. يعني لو خرج التوصيات في مجال تعليمي في مجال صحي ده موضوع يمس الناس من الدرجة الأولى. إزاي الناس تستشعر أنه القرارات اللي بتخرج أو التوصيات اللي بتخرج من الحوار الوطني بتنفذ على الأرض أو ليها يعني مدلول على الأرض علشان يحسوا بقيمة هذا الحوار الوطني؟ شوف أقول لحضرتك على حاجة، أطراف الحوار إيه؟ ما هو القوى السياسية والأحزاب معارضة مؤيدين والرأي العام شريك في الحوار، ما هو حاضر وبيشارك في الجلسات ونقاشات. وبالتالي لما نصل لصيغة على سبيل المثال في التعليم ونرفعها للسيد الرئيس ويصدر بها قرار وتنعكس بالضرورة على المواطن، ولما نعمل مشروع مهم جدا بالنسبه للمزارعين والفلاحين والى اخره ويلقى استجابه، ما هو لازم يحس بيها. وفي الاخر ده هدفه في النهايه، هذه المخرجات تتحول الى واقع وثمار تسقط في فم المواطن المصري وتسقط في فم الدوله المصريه. هذا هو الهدف. وبعدين خلينا نقول بس على حاجه مهمه، انه احنا يعني ايه، تاني بكرر انه لا احد يملك عصا سحرية. صحيح. وتاني باكد لك انه لابد ان ننظر بعين الواقعية الى نتائج هذا الحوار. يعني لا نحلق في السماء ولا نصل لشيء، وفقا للواقع المكسب الحقيقي من هذا الحوار انه كل المصريين يجلسون على مائدة واحدة وعلى طاولة نقاش واحدة ويتبادلون وجهات النظر والملفات مفتوحة وتم قطع أشواط كبيرة جدا. احنا لو بنتكلم عن حتى الاختيارات في المقرر 44 مقرر ومقرر مساعد من أنبل وأحرف المتخصصين في مصر في كل القضايا، في كل القضايا. لما بنتكلم عن ما يقرب من 22 منظمة حقوقية أعلنت مشارك حقوق الإنسان، أعلنت مشارك أكدت كمان مشاركتها في الحوار الوطني. طب هو ده كان موجود يا فندم؟ ما كانش موجود. بالتأكيد لا. وبالتالي أنت بتحقق مكاسب لصالح الدولة. صحيح. لصالح الاستقرار. علينا أن إيه؟ نروي هذه التربة الخصبة سياسيا المبشرة مستقبليا جميعا، ونشارك في زراعتها جميعا حتى نجني الثمار المستقبلية بشكل أكبر. المسألة هنا لا تقف عند النظرة الضيقة. هذه المبادرة وإن حدث مثلها في عبر التاريخ أيام الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السادات والرئيس مبارك، إلا أنها لم تكن مثل هذه المبادرة على الإطلاق. هذا ليس كلاما من باب يعني المجاملة، لكن من باب الواقع. يعني هنا أنت بتتكلمي في كل أطياف المعارضة بتجلس، والأدهى من كده إيه؟ الأدهى من كده والأهم من ده إنه الجميع يعلم إنه لا توجد خطوط حمراء ولا سقوف في المناقشة لدى مجلس الأمناء. صحيح. وكل عضو مجلس يمثل قوة سياسية، يمثل حزب، يمثل تيار، ورغم ذلك هناك حالة من الانفتاح والسقف المرفوع في النقاش والمطالب المرفوعة
لأنه هذه الدولة وهذه الجمهورية الجديدة لديها مفرداتها الخاصة ولديها قاموسها الخاص وقواعدها الخاصة، وتقبل بالرأي والرأي الآخر وتؤمن بذلك، وتؤمن أن القاموس القديم لم يعد يصلح لبناء المستقبل. صحيح. وهكذا. وبالتالي يعني الأيام المقبلة تتطلب من الجميع، إعلام وصحافة وأحزاب وسياسة وقوى سياسية ونخبة، أن تنظر بعين إيجابية، تنظر بنظارة بيضاء وليس سوداء إلى الحوار الوطني، ها؟ وعين واقعية، وعين واقعية في نفس الوقت، وتدعم وتدعم وتكل في مكانه، يدعم هذه المبادرة، لأنه هذه المبادرة ليس ملكا لأحد ولكنها صحيح. ملك للدولة المصرية وللمواطن المصري يعني طبعا. يعني على وجه التحديد أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، والحديث مستمر والحوار الوطني مستمر. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. شكرا لحضرتك. كده مشاهدينا خلصت مع حضراتكم حلقتنا النهاردة، دايما نشوفكم على ألف خير. We'll be right back.